قبل 4000 عام مضت برع مصر القديمة في بناء الكثير من المعابد والمقابر في كل بقاع مصر، سواء في وادي النيل أو داخل أعماق الجبال. أهم المعابد والتي تعد إحدى عجائب العمارة المصرية معبد أبو سمبل المنحوت بالكامل داخل الجبل الصخري، والذي وقف أمام عظمته كل الباحثين والزائرين متسائلين كيف حفر المصري القديم بيديه تلك الصخور العنيدة ليخرج لنا بتلك التحفة المعمارية الخالدة. بدأت الإجابة بعد أكثر من 3000 عام، بمجرد أن تطئ بقدميك جبل المقدم تدرك عظمة المهندس المصري والذي أبدع في بناء تلك المعجزة المعمارية في قلب ذلك الجبل الأصم، وبنفس الطريقة التي فعلها أجداده العظام منذ آلاف السنين. دير الأنبا سمعان، تحفة معمارية داخل هضبة المقطم. تعد أهم معالم حي مصر القديمة المبهرة، فداخل صخور الجبل العاتية قام المصري بحفر أعظم دير في العالم ليصبح محط زيارات لأعداد كبيرة من السياح حول العالم. سمي الدير بذلك الاسم نسبة إلى القديس سمعان الخراز أو سمعان الدباغ، الذي عاش في القرن العاشر في مصر أيام حكم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. وفي عام 1969 صدر قرار بنقل جامع قمامة القاهرة إلى منطقة نائية أعلى هضبة المقطم ليعيشوا بها بعد أن امتد العمران إلى مناطقهم. بدأ جامع القمامة والذين تشكل أغلبهم من المسيحيين في إقامة مساكنهم بطرق بدائية مجرد عشش من الصاج تسمى بلهجتهم العامية زرائب. بدأت قصة الدير في عام 1974 حينما اكتشف أحد جامع القمامة مغارة في بطن الهضبة. هنا وضع أحد المهندسين تصميماً لتلك المغارة، وبدأ بناء الدير بشكل تدريجي بسواعد أبناء حي الزبالين، وقد كلفهم ذلك نقل أكثر من 2.5 مليون حجر لبنائه. استمر العمل حتى وصل الدير إلى شكله الحالي ليصبح جوهرة معمارية في قلب الجبل. يضم دير القديس سمعان 6 كنائس، كنيسة الأنبا إبرام بن زرعة وهي أصغر كنيسة بالدير، سميت بهذا الاسم نسبة إلى القديس إبرام بن زرعة السرياني، البطريرك 62 للكرسي المرقسي، تخليدا لمعجزة نقل الجبل التي تمت في عهده، وكان قد أدخل للكنيسة صوم 3 أيام والتي صامتها الكنيسة قبل نقل الجبل، ليصبح صوم الميلاد المجيد 43 يوما بدلا من 40 يوم. كما أدخل صوم نينوي في الكنيسة القبطية، وقد اكتشف هذا المكان عام 1992، وذلك أثناء القيام بأعمال البحث عن المغارات الموجودة بالدير. وفي عام 1993 أقيمت صلاة أول قداس إلهي بهذه الكنيسة. هناك أيضا كاتدرائية العذراء وسمعان الخراز، وهي أول كنيسة بنيت في الدير، وتعد أكبر كنيسة في مصر حيث تحمل 20,000 شخص، سميت على اسم السيدة العذراء والقديس سمعان الخراز، وذلك تخليدا لمعجزة نقل جبل المقطم في 27 نوفمبر عام 979 ميلادية. وذلك تخليدا لمعجزة نقل جبل المقطم في 27 نوفمبر عام 979 ميلادي. وقد بنيت هذه الكاتدرائية
على مرحلتين، الأولى كانت مجرد مغارة صغيرة يرتفع سقفها عن أرضيتها متر واحد، وكان يتردد عليها الخدام باستمرار للقيام بالصلاة على الأرض، والثانية عام 1994 حينما جهزت بمقاعد على هيئة مدرجات ربع دائرية، ويوجد أمام المسبح مقصورة تضم رفات القديس سمعان الخراط، وكان قد تم اكتشاف جسده عام 1991. وفي يوليو عام 1992 تم نقل جسده من كنيسة السيدة العذراء ببابليون، تتميز الكنيسة بوجود بروز بالسقف لصورة السيدة العذراء تحمل طفلها، يؤكد البعض إنها صورة طبيعية لم تصنعها يد إنسان. كنيسة ماري مرقس وقاعة الخراص. في عام 1974 اكتشف العمال مغارة أخرى بالجبل كانت مملوءة بالحجارة الضخمة حتى السقف، لم يكن لها سوى مدخل واحد شديد الانحدار يصعب الدخول منه. وفي عام 1991 وبعد صلوات استمرت 7 سنوات طلبا لإرشاد الله عن كيفية دخول المغارة، بدأ العمل بشق سرداب من ناحية المدخل الحالي، وذلك بعد إزالة 140,000 طن من الأحجار الضخمة، ليصبح المكان بعد ذلك معدا لتشييد القاعة والكنيسة. وتتكون الكنيسة من طابقين، الأول شيد عام 1992 على اسم القديسة مرقس كاروز الديار المصرية، والثاني فيسمى بقاعة القديسة سمعان الخراز وهي الأضخم في مصر. كنيسة الأنبا بولا أول السواح. في عام 1986 أدى سقوط صخرة إلى اكتشاف فجوة تؤدي إلى مغارة جديدة، وبدأت مهمة إعدادها لتصبح كنيسة الأنبا بولا أول السواح، وسميت بهذا الاسم لما له من حياة روحية عميقة مع الله، منها الاختلاء بالجبال والسكن في الكهوف، ويقال إنه استمر في خلوة مع الله امتدت إلى 70 عاما. وفي عام 1991 أقيمت صلاة أول قداس إلهي فيها،